صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر بعض الناس أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بفناء النار والجنة، فهل هذا النقل صحيح أم أنه افتراء عليه؟ يا إخواني، لا تبحثوا عن الأقوال الشاذة تشغلوا أنفسكم بها، اتركوها، لا تبحثوها وتنشرونها، ما كلفكم الله بهذا، والإنسان بشر يخطي ويصيب، لا تبحثوا عن الأخطاء تشغلوا أنفسكم بها. وبعض الناس يفعل هذا من باب الطعن على ابن القيم وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية، من باب الطعن عليهما في هذا الخطأ اليسير، ولم ينظروا إلى أعمالهم الجليلة وعلمهم الغزير وما أبدياه من نفع الناس، ما ينظرون إلى هذا، ينظرون إلى الأخطاء البسيطة ويشهروها، لأنهم أعدى لأهل الخير فيلتمسون أخطاء، أعدى لشيخ الإسلام ابن تيمية وأعدى لابن القيم، على أن ابن القيم لم يثبت عنه أنه قال هذا، إنما حكاه حكاية ولم يذكره اختيارا له هو، والله أعلم. إن الحاصل إنما نبحث عن الأقوال الشاذة ونشغل الناس بها، هؤلاء الذين يبحثون عنها عندهم من الأخطاء ما يغطي الجبال، ولا نظروا إلى أخطائهم، بل نظروا إلى خطأ الإمام الجليل الذي نفع الله به وبعلمه. والشاعر يقول: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. نعم.